رسالة. صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك في البدايه، واكيد برحب بيك يا نهاوند وبالكابتن الكبير طبعا ضيفكم الكابتن فتحي نصير وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن خليني يا كريم زي ما انت قلت اطمنكم على حاله الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. يمكن يعني بعد مباراه امس طبعا امام نادي الاتحاد المنستيري في مباراه الاياب من الدور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، يعني سجل طبعا الاهداف احمد عبد القادر وهدفين لحمدي فتحي. يمكن يعني بعد مباراة أمس قرر مستر مارسيل كولر يعني بدون راحة الفريق يواصل تدريباته بشكل طبيعي. يمكن النهاردة التدريب كان في الفترة الصباحية، الفريق اتجمع الأول للساعة 9:30 وبعد كده بدأوا التدريب الساعة 10:15، وإن شاء الله يعني كمان البرنامج يعني فريق الأول لكرة القدم لحد موعد مباراة يوم الأربع هيكون بنفس يعني الحاجة. التدريب بكرة إن شاء الله برضو هيكون في الفترة الصباحية الساعة 9:30 الصبح التجمع والساعة 10 التدريب، وبعد كده يوم الثلاثة إن شاء الله الموعد التدريب هيتغير يعني شويه، هيكون بعد العصر في الفتره المسائيه وهيكون الساعه 5 العصر، عشان بعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق هو وجميع يعني الجهاز الفني وجميع اللاعبين عشان يكونوا في حاله التركيز لمباراه يوم الاربع، وطبعا يستعدوا بشكل قوي ان شاء الله. يعني مباراه يوم الاربع النادي الاهلي يفتتح مشواره في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم للموسم الحالي. يمكن ان شاء الله يعني اول مباراه للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري هتكون امام نادي الاسماعيلي، دي الجوله الاولى ان شاء الله من بطوله الدوري، واللي هتقام في تمام الساعه 5 مساء على استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. يمكن زي ما انا قلت النهارده الفريق اتجمع الساعه 9:30 وبعد كده اتمرنوا الساعه 10:15. ويمكن خليني اقول لك يا نهاوند ويا كريم وطبعا للكابتن فتحي نصير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي انه الاول التدريب يعني بدأ باجتماع ما بين مستر مارسيل كولر وجميع لاعبي النادي الاهلي للحديث طبعا عن يعني مباراه امس وغلق الصفحه دي والتركيز طبعا يعني في البطوله القادمه وهي بطوله الدوري، ان هم يقفلوا صفحه دلوقتي بطوله افريقيا ويركزوا في مباريات في يعني بطوله الدوري. بعد كده الفريق بدا التدريبات بشكل طبيعي، طبعا اللعيبه اللي شاركوا امبارح في المباراه ادوا بعض التدريبات البسيطه والخفيفه، ولكن اللعيبه يعني اللي ما شاركتش او اللي كانت موجوده يعني في دكه البدلاء يعني شاركوا في التدريب ببعض التمرينات القويه، ده استعدادا طبعا لل البطوله والمباراه القادمه. كمان يعني على هامش المران كان متواجد اللاعب عمار حمدي اللي كان بيواصل التدريبات يعني بشكل طبيعي، طبعا البرنامج التاهيلي الخاص بيه واللي طبعا محطوط له تحت اشراف الجهاز الطبي برئاسه الدكتور احمد ابو عبله، يعني كان بيواصل التدريبات وكان يعني موجود على هامش المران، كان بيلف حول الملعب وبيؤدي بعض التدريبات البدنيه الخاصه ببرنامجه التاهيلي. كمان يعني التدريب شهد زياره وتواجد المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي التشيكي مستر مايكل بروكش، ويمكن كان متواجد النهارده يا كريم ونهاوند عشان يعني يطمئن على حاله اللعيبه الشباب في صفوف الفريق الاول لكره القدم، وكمان كان عنده اجتماع مع الكابتن السيد عبد الحفيظ، ويمكن كان فيه برضو مناقشه ما بينه وما بين بعض اللعيبه الشباب قبل بدايه التدريب، فكان متواجد النهارده وما زال متواجد يعني حاليا في ملعب مختار التتش عشان يطمئن على جميع اللعيبه الشباب في صفوف الفريق الاول لكره القدم. يعني بطمنكم على حاله الفريق، يعني كل حاجه مستقره الحمد لله وجميع لاعبي النادي الاهلي بخير. يعني دي كانت اخبارنا النهارده المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهوان لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. وانا عن نفسي ما عنديش اسئله الحقيقه، يعني كالعاده يعني الامور وافيه وكافيه. لو انت عندك لا طبعا فضل. يعني انا شايف ان انت اديتينا فكره شامله طبعا على حاله الفريق وفكره كمان التفاصيل والكواليس، اعتقد تغطيه رائعه منك يا سالة. لكن عرفينا كده بما ان انت موجوده دلوقتي برضو عن حاله الطقس لو تقدري، وكمان الحاله المروريه بس سريعا استاذنك اتفضلي. اكيد يا نهاوند يمكن خليني طبعا اكلمك على الحاله المروريه. يمكن الحاله المروريه يعني ان انا كنت جايه النهارده من ناحيه الدقي والعجوزه والحي الزمالك، طبعا يعني كل المناطق القريبه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن كانت الحاله المروريه جيده، كان في شويه زحمه ولكن الحاله المروريه كانت جيده. كمان يعني خليني اكلمك شويه عن الاجواء هنا داخل مقر النادي. يمكن بعد طبعا ما يعني بدات المدارس والجامعات فيعني التدريبات توقفت، يعني اللي كانت موجوده في الفتره الصباحيه بقت التدريبات كلها يعني لكل
اعضاء النادي الاهلي بقت بعد العصر، فيعني التوافد على مقر النادي ما بقاش زي الاول، يعني دلوقتي بقى قليل شويه. يمكن المتواجدين اكتر هم يعني كبار السن، عشان طبعا بيجوا يستمتعوا بالاجواء هنا في الفتره الصباحيه، ويمكن بيأدوا كمان يعني بعض التدريبات قبل ما الفريق بيبتدي يعني التدريب على ملعب مختار التتش، يمكن بيستغلوا يعني انه الملعب فاضي عشان يأدوا بعض التدريبات يعني البدنيه عشان يحافظوا على لياقتهم وطبعا صحتهم. يمكن كمان بالنسبة للطقس، يعني خليني أقول لك إن الطقس النهاردة يعني الجو حلو، يمكن يعني ده اللي مخلي برضو الناس يعني اللي بتيجي تتوافد على مقر النادي يعني من كبار السن في الساعات الأولى من صباح اليوم. يمكن زي ما أنت شايفة يعني في شوية هواء، وكمان الشمس مش قوية النهاردة شوية، فيمكن يعني الطقس يعني الحالة جيدة، وكمان الحالة المرورية جيدة. رائع جدا منك، شكرا جدا يا سالة، مشكورك. تغطية جميلة من سالة أكيد. لا لا ما شاء الله. بنت النادي برضه سالة، يعني إنه هي بيبي متمكنة